عندك القدرة على اتخاذ القرارات. دا أشوف من بعد أزمات مريت بيها بالسابق صارت عندك نوع من القوة. أنت بالفترة الحالية مستعيد قوتك، وهذا الشيء مخليك تحاول تسيطر على كل الأمور اللي موجودة حاليا بحياتك. البعض منكم ممكن يكون بالفترة الحالية أكو موضوع أسري شاغلة، أو أكو تأثير من شخص كبير بالعائلة، ممكن يكون طاقة أب متسلط أو طاقة أم. هذا الشخص الكبير بالسن قاعد يحاول يفرض سيطرته عليكم، أو فد سلطة معينة دي يحاول إنه يفرضها عليكم بالفترة هاي أو الفترة الجاية. راح يكون سيطرة هذا الشخص الموجود بحياتكم كبيرة، راح يكون له تأثير بالفترة الجاية أو خلال هاي الأسبوعين، وممكن تمتد طاقته لحد نهاية الشهر. بس دا أشوف إنه أنتو طاقتكم بصورة عامة حلوة، عندكم قوة بهاي الفترة، عندكم اتخاذ للقرارات، وأكو موضوع مسيطر عليكم، أكو عندكم نجاح، أكو عندكم تصميم على موضوع معين أنتو تردون تنتصرون بيه. ممكن يكون هذا الموضوع موضوع عاطفي، أو ممكن حتى يكون موضوع عملي. دا أشوف بهاي الفترة أنتو دا تحاولون تركيزكم كله على أساس هذا الموضوع، دا تحاولون تسيطرون على موقف معين أو وضع معين موجود بحياتكم بهاي الفترة بدون ما تظلمون. يعني انتم مفترين انه تتخذون قرار، بس هذا القرار راح يكون صعب، والقرار لازم اكو طرف من الاطراف تتأثر بيه. هنا طالع هم عندي ورقة عائلة، ممكن تكونون يعني هذا القرار اللي لازم تتخذونه قرار يخص العائلة بصورة عامة، او ممكن يخص وضعكم انتو او شخص من العائلة موجود يعني بطاقتك بالفترة الحالية، شخص من محيطك وطاقته مأثرة بيك هواية. ممكن يكون اب، ممكن يكون ام، ممكن يكون اخ اكبر. اللي دا أشوفه أنه طاقتك العامة بالفترة الحالية هو أكو وضع دا تحاول تسيطر عليه بأقصى ما عندك من قوة. دا تحاول تسيطر على هذا الوضع بالفترة الحالية إيش قد ما بيك، حتى ما بدون ما تأثر على الناس اللي موجودة بمحيطك، أو بدون ما تظلم أحد بالقرار اللي راح تتخذه. أنت الآن بجلسة اتخاذ القرار، دا تحاول تتخذ قرار بس القرار يكون عادل وما بيه ظلم. التحدي أساسا اللي قدامك هو الاتزان، ونفس الوقت إعطاء الحق لصاحبه. أنت ما تريد تظلم شخص وياك بهذا القرار اللي راح تتخذه، فحتى التحدي اللي قدامك طلع لي أنه أنت تستعيد توازنك، تحاول توازن الأمور، تحاول تتفائل بالفترة الجاية، يكون عندك صبر، لأن عندك طاقة تسرع بهاي الفترة، وطاقة عناد، وطاقة تسلط، ويعني طاقتك نارية كلش، رغم انه انت برج ترابي وبرج هادئ، من اهدى الابراج هو برج العذراء، ولكن طاقتك بالفترة الحالية صايرة طاقة نارية. او ممكن يكون هذا الشخص اللي انت دا تفكر او تحاول تتخذ قرار بشأنه هو شخص برج ناري، خاصة اذا كان برج القوس طالع عندي واضح، وبرج الحمل ايضا موجود. فممكن انت تكون قاعد تفكر بشخص طاقته نارية وهو اللي مسيطر عليك بالفترة الحالية. دا اشوف ودا تفكر انه تتخذ خطوة، انت ناوي تتخذ خطوة او تقرر قرار، سواء كان هذا القرار ممكن يكون عاطفي او ممكن يكون مادي، لان هسه دا اقرأ الطاقة العامة مدى اقرأ بصورة محددة على العاطفة او العمل. هاي الطاقة العامة اللي ممكن تسيطر عليك هذا الشهر. فاللي دا اشوفه انه امورك بداية هذا الشهر من بدت وهسه شوية راح يكون بها نوع من الصرامة القوة، بس تبدأ شوية الامور تتوازن وتتحسن بالفترة الجاية من يعني نهاية هذا الشهر. بكل الأحوال دا أشوف أمورك زينة، يعني ماكو شي ممكن يعكر مزاجك بهاي الفترة. على الصعيد العملي أمورك دا أشوفها كلش تمام، كلش حلوة. ممكن البعض من عندكم منتظر مبلغ مالي، هذا المبلغ المالي راح يجي فجأة، مبلغ مالي راح تفرح به هواية. أكو مبلغ مالي راح يجيك مثل المساعدة من شخص، أو يعني رزق رب العالمين كاتب لك إياه وراح يجيك فجأة أنت ما متوقعه. نفس الوقت البعض من عندكم دا اشوف الناس اللي عندها شغل اساسا يعني اكو ترقية بالعمل انت منتظرها، بس الشخص اللي مأخرها عليك شخص مسؤول اكبر من عندك، صار لفترة يأجل بهاي الترقية، او انت دا تحس انه هذا الشخص شوية قراراته ظالمة بالنسبة لك، لها سبب انت قاعد تدور على العدالة. فممكن البعض منكم هذا الوضع يكون مادي، ممكن الشخص اللي موجود وياك بالدوام اللي مرتبته اعلى من مرتبتك قاعد يظلمك بهاي الفترة، أو دا يأثر عليك هواية، يفرض عليك حمل، ونفس الوقت يعني دا تحس إنه
مدى تاخذ مقابل المجهود اللي موجود عندك. لهالسبب بدي اشوف عندك انتقال اكو عندك انتقال سريع، اكو عندك ترقية متأخر عليك صار لها فترة، بالفترة الجاية اكو ترقية لك، اكو خبر حلو على الصعيد المادي. البعض منكم دا اشوف اكو عرض عمل راح يجي، ممكن راح يفكر انه يشتغل بشغلتين بالفترة الجاية. برج العذراء البعض منكم بالعمل دا اشوف راح يبلش بشغل جديد وهو اوريدي عنده شغل، يعني مثل شغل حكومي وشغلة ثانية اهلية، وراح تحاول انه توازن بين هاي العمليين. هو هاي العمليين دا اشوفهم راح يسببوا لك انه راحة مادية، مثل من وضعك المادي يعني راح يستقر وراح يتوازن، ولكن انت راح شوية تتعب بهذا الشغل، راح يصير عندك نوع من التعب وراح تلتهي. فحتى الامور العاطفية دا اشوف انه بالفترة الحالية انت مو هالقد منطيها اهتمام زايد، يعني اهتمامك اغلبه كان على موضوع معين ببالك، او حتى ممكن يكون مشروع انت دا تحاول تشتغل عليه بالفترة الجاية وتريد تمشي بيه. فاذا كان عندك مشروع مقرر انه تسوي دا اشوف الفترة هاي كلش حلوة، وهذا المشروع راح ينجح وراح يسبب لك وفرة مالية. المهم اكو مبلغ حلو راح يجيك بهاي الفترة، مبلغ مالي. هاي على الصعيد العملي. على الصعيد العاطفي البعض من عندكم ممكن يكون عانى من ازمة صحية وكان عنده يعني، او اما هو سافر على مود ازمة صحية وتعافى من عندها، كان مار بازمة صحية وسافر للعلاج وهسه رجع متعافي منها. او البعض منكم ممكن عنده أزمة صحية. طبعا الوضع الصحي ممكن يشملك أنت وممكن يكون طاقة شخص أنت بمحيطك، بس أنت يعني شلون شايل همه بهاي الفترة. فدا أشوف احتمال يكون عندك سفر أو أنت منتظر سفر يخص علاج، موضوع صحي، موضوع ترفيه، حتى إذا كان يشمل أيضا يعني تاخذ ريست، استراحة، تروح سياحة فترة، تغير جو وتنسى ضغط الشغل، أو حتى يعني نفسيتك تعبانة فتطلع تغير جو. دا أشوف عندك سفر، بس السفر الأغلبية من عندكم يكون سفر غرض علاج، غرض شفاء، غرض زيارة أحد ممكن يكون مريض. طبعا السفر من تطلع الورقة مو شرط يكون السفر خارج الدولة، ممكن يكون يعني السفر من محافظة لمحافظة، مثلا أنت بمحافظة وشخص ثاني بمحافظة ثانية، فأنت راح تروح تزور مريض، عندك زيارة مريض بهاي الفترة دا أشوفها، وبس هذا المريض راح يتعافى يعني، او ممكن هو مريض وتعافى وانت راح تروح تزوره. فدا اشوف قلت لك انه تفكيرك بهاي الفترة هو اكو اختيار انت لازم تتخذه، وهذا الاختيار او حتى القرار اللي لازم تتخذه بيه صعوبات وراح يأثر على طرف من الاطراف. لهالسبب التحدي اللي عندك انه انت تعدل، انه انت توازن الامور. ممكن البعض منكم يكون عنده علاقة ثلاثية فده يحاول يتخذ قرار ما بين شخصين وخايف انه طرف من الاطراف ينظلم بهاي المعادلة. فده اشوف انه عندك اختيار لازم تتخذه، عندك انطلاقة جديدة راح تكون، وده تحاول تسيطر على اوضاعك بصورة عامة. انت ده تحاول تكون مسيطر بهاي الفترة، والسيطرة موجودة عندك، ولكن خف شوية من الحدة بالتعامل، يعني احذر انه انت تجرح الناس بالكلام اللي موجودة حاليا بحياتك، يعني حاول شوية تتعامل بلين ويا الأوضاع، لا تحاول تسيطر على كل الأمور، لأن هذا الشيء راح يسبب لك تعب جسدي وتعب نفسي، وممكن حتى تخسر أو تغلط بحق ناس هم ما لهم ذنب. فطاقتك شوية دا أشوفها كلش نارية وكلش قوية بهاي الفترة. دا أشوفك أنت أساسا مستعيد قوتك وهذا الشيء حلو، بس لا تخليه يأثر على تعاملك ويا الناس. الوضع العاطفي، البرج العذراء بهاي الفترة دا أشوف أنه أنت ماخذ طاقة الماجيشن، الساحر. أنت بالفترة الحالية هواي ناس قاعد تنجذب إليك، وهواي ناس قاعد يعني عندك كاريزما معينة، دا تحس أنه يعني أنت بالفترة الحالية عندك كل المقومات اللي تخلي أي إنسان يتقرب من عندك وينعجب بيك بهاي الفترة. دا أشوف أكو شخص كاتم مشاعر تجاهك بهاي الفترة، متردد انه يجي ويفصح لك عن هاي المشاعر. هذا الشخص هو موجود حاليا بمحيطك، بس انت نفسك دا اشوفه بهاي الفترة عندك تناقض. انت مبين للناس انه انت الانسان القوي اللي ما تهتم لاحد، ما تهتم الفراق، ما تهتم الشخص، ما معجب بشخص ما تحب، بس يعني انت مبين للناس طاقة الماجيشن، بس حقيقتك بالداخل انت الكوين اوف كابس، انت مليء بالمشاعر ومليء بالحنية
وطيب قلبك طيب، بس انت دت راوي الناس الوجه المو حقيقي. يعني انت تعاملك بالفترة الحالية انت مثل اللي صاير عندك ازدواجية بالشخصية، لان هواي طلعت لي هيك ورقة. انت دا تحاول انه تفصل بين الابيض والاسود، تحاول دائما توقف بالنص، وقراراتك دا تحاول انه تتخذها تكون صارمة يعني. فدا اشوف عندك طاقة الجفاء شوية ممكن ويا الشخص هذا اللي معجبيك، او حتى ويا الحبيب. بس انا هسه دا اقرأ هاي قراءة، يعني اغلبيتها ممكن تكون للعزاب. فبداية راح احكي على العزاب، دا اشوف انه هاي الطاقة عندك انت، اكو شخص معجب بيه فعلا ومشاعرك كلها اتجاهه، كلك حب ومشاعر، بس هذا الشخص من يجي يحكي وياك انت تتعامل وياه بجدية، وممكن ما تنطي، يعني شلون ما تنطي وجه من يجي يحكي وياك، ما تبين له هاي المشاعر، تبين لانه انت ما مهتم له اساسا، رغم انه هذا الشخص الموجود انت معجب بيه وهو بيه كل المواصفات اللي انت تحبها. ممكن يكون هذا الشخص برج السرطان، عندي برج القوس، برج الاسد، برج العقرب موجود، برج الدلو ايضا موجود هنا يمنا، وبرج الحمل. فايا كان البرج اللي تتعامل وياه، سواء كان هذا البرج او غير برج، بس هي طاقتك النارية ممكن تكون هاي، يعني ممكن تكون انت تتعامل ويا شخص طاقته نارية، ممكن حمل، ممكن قوس، ممكن اسد، لانه ايضا الطاقة النارية غالبة عليك بهاي الفترة. وعندك نوع من الغضب، يعني اكو موضوع مسبب لك هاي الطاقة، طاقة الغضب، طاقة العدوانية شوية، وطاقة التسرع. انت بطبعك برج ترابي، المفروض انه تكون طاقتك طاقة ترابية مستقرة، مو مثل الطاقة النارية. فبالفترة الحالية دا اشوفك ماخذ الطاقة النارية، الطابع الناري. لا تستعجل هواية بقراراتك. الناس اللي مرتبطين دا اشوف انه انت والحبيب بالفترة السابقة مريتوا بمرحلة زعل، صاير بيناتكم زعل، وهذا الشيء خلاكم يعني شوية منعزلين واحد عن الثاني. ممكن يكون الشريك كانت عنده مشاكل بالأسرة، مشاكل عائلية، فهذا الشيء كان مأثر على علاقتكم. دا أشوف إنه هذا الحبيب من بعد ما كان صار له فترة مختفي، ودا يحاول يسيطر على مشاعره ويحاول ما يجي يحكي وياك، راح يتخذ قرار. هنا عندي برج الأسد وبرج الجوزاء وبرج الحمل موجود، من بعد ما صدك او ممكن تكون انت صديته، دا اشوف هذا الشخص راح يرجع يتواصل وياك مرة ثانية. المرتبطين دا احكي يعني وبينهم زعل مو انفصال، لاحظوا الكلام اللي دا اقوله، مو المنفصلين بعدين يكتبوا لي، المرتبطين وبينهم سوء تفاهم او زعل. دا اشوف اوضاعكم راح تكون في تحسن بالفترة الجاية. هذا الشخص دا اشوفه راح يرجع، ممكن يجيب لك هدية، ممكن يعتذر منك، اكو حب بيناتكم متبادل، البعض من عندكم هذا الشخص راح يفتح وياك موضوع زواج، او انتو حاليا بفترة خطوبة او فترة زواج، وكان صاير بينكم سوء فهم، بس دا اشوف الامور راح تتعدل بالفترة الجاية بيناتكم، لان هذا الشخص دا اشوف كان احتمال عنده اهتمامات تخص مثلا العمل او شي، ف كان شوية وضعه وياكم مو تمام، اهتمامه شوية قليل لأنه مركز على العمل، بس دا أشوفه راح يرجع. هذا الشخص مشاعره تجاهك إنه الشريك دا أشوفه هو بالفترة الحالية يتمنى إنه ياخذك ويسافر، تبتعدون عن كل الناس، تعتمدون يعني المشاكل اللي موجودة بحياتكم، خاصة إذا كانت عندكم مشاكل عائلية. فدا أشوف هو يتمنى إنه بالفترة الحالية ياخذكم ويسافر، يطلعكم من هاي المشاكل ويعوضكم عن كل الأمور اللي مرت بيناتكم بالفترة السابقة، لأن احتمال أنتم تكونون يعني مريتوا بهواية مشاكل بعلاقتكم. فهو يريد يرجع الاستقرار لهاي العلاقة، يريد يوازن الأمور بيناتكم بالفترة الجاية. فأنت أساسا يعني التحدي اللي قدامك هو أنه تتخذ قرار. فدا أشوف أنه أنت دا تفكر بالرجوع، دا تفكر بهذا الشخص هواية بالفترة الحالية، دا تريد هذا الشخص يرجع لك. دا أشوف أنه دول الناس اللي قلت لكم مرتبطين وصاير بينهم زعل، او بالفترة السابقة كان اكو اهمال من ناحية الحبيب. بالنسبة للمنفصلين دا اشوف انت دا تفكر هواية بموضوع الرجوع، ممكن دا تفكر بالرجوع من شخص، هذا الشخص ممكن يكون تركك وراح خطب، او راح على مود موضوع زواج، متزوج، ممكن يكون هو الشخص اساسا متزوج يعني. فدا تفكرون بيه بهاي الفترة هواية، دا يخطر على بالكم، دا تتذكرون الاشياء اللي صارت بينكم وبينه، دا تحسون بنوع من الظلم، دا تحسون انه انتم ظالمين لهذا الشخص، او العفو يعني الطاقة يمكن تكون عكسية. فهذا الشخص دا اشوف هو اللي دا تحسون ظلم من ناحيته، يعني هو ظلمكم.
لها سبب انتو تدورون عن العدالة، تدورون عن الحق بهاي الفترة، تردون استرداد حق. دا اشوف راح يجيكم خبر عن هذا الشخص، هاي بالنسبة للمنفصلين، ويعني الطرف الثاني تركهم وراح تزوج او دخل بخطوبة او بعلاقة، بس علاقة زواج الاكثرية. دا اشوف ان هذا الشخص ممكن يكون راح وتزوج، صار لكم 6 اشهر احتمال منفصلين او 6 اسابيع او حسب، يعني ممكن يكون هو داخل هسه بعلاقة زواج، يعني يريد يخطب بهاي الفترة. فدا اشوف انه اكو خبر راح تسمعونه راح يخليكم تستعيدون التوازن والهدوء، وتحسون انه حقكم راجع. وبكل الاحوال برج العذراء دا اشوف البعض من عندكم عنده بداية جديدة بعمل، والبعض الثاني اكو بداية بعلاقة. العلاقة هاي راح تكون علاقة مستقرة وبداية حلوة. دا اشوف اكو شخص طاقته مائية، ممكن يكون برج العقرب، ممكن يكون برج الحوت، برج السرطان. هذا شخص دا اشوفه راح يتخذ خطوة تجاهكم خلال هذا الشهر، من بعد ما كان شوية متباطئ ومتردد انه هو يجي يحكي. راح يجي هذا الشخص يدخل بحياتكم وراح يغير لكم حياتكم. ممكن البعض منكم يكون هذا الشخص يجي عن طريق، يعني شلون يجيكم بموضوع الزواج اول ما يحكي وياكم، ما يطلب منكم علاقة. البعض الثاني ممكن يكون علاقة، هذا الشخص يجيكم يخص موضوع علاقة وحب، بس العلاقة بيناتكم بالمستقبل راح تكون جدية، رغم انه انتم بالبداية ما راح تقتنعون بيها تماما. اما بالنسبة للتحدي اللي قدامك، قلت لكم البعض منكم التحدي اللي قدامكم انه انتم تستعيدون توازنكم، ويصير عندكم نوع من الصبر والتفاؤل. لازم تصبر بالفترة الحالية، طاقة التسرع اتركها. وتأن البعض منكم ممكن يكون اكو شخص، التحدي اللي قدامكم شخص من برج القوس، لازم تخلوا له حد، او لازم انه انتم تكتشفون داخل هذا الشخص، لازم تجمعون معلومات عن شخص من برج القوس موجود بحياتك. يا برج العذراء التحدي اللي قدامك انه انت تظهر هذا الشخص على حقيقته، لانه دا اشوف هذا الشخص من برج القوس ممكن يكون عنده نوع من التلاعب. اذا شنت انت شاك بنوع من التلاعب، فحاول تجمع معلومات بالفترة الجاية. دا اشوفك اساسا راح تجمع معلومات عن هذا الشخص، وتحاول تعرف انه هو هذا الشخص شنو نيته. بعد ما تجمع المعلومات عن هذا الشخص راح تعرف انا شنو اقصد، وراح تتأكد من هذا الشخص اذا كان هو فعلا متلاعب مثل ما انت شاك، او هذا الشخص هو مو متلاعب، مجرد هي شكوك ببالك. فبكل الاحوال دا اشوف طاقتكم حلوة هاي الاسبوعين، اكو تقدم، اكو نجاح، واكو عندكم عمل جديد، الوضع المادي زين الصحي. كل التوفيق لكم برج العذراء، وإن شاء الله التوقعات الحلوة كلها تتحقق. وألتقيكم بفيديو ثاني. مع السلامة.